برعاية وزارة السياحة وتحت شعار السياحة المستدامة أداة للتنمية، أقيم في حي الوعر احتفال بمناسبة يوم السياحة العالمي بحضور رسمي وشعبي حاشد، تضمن عروضا رياضية مختلفة ومعرضا للرسومات التي أنجزتها جمعية عون للإغاثة على سور مدرسة الرائدة العربية في الحي. السياحة ليست ترفيه فقط وليست صناعة سياحية، بل لنثبت للعالم أن أيضا السياحة في سوريا هي رسالة، ورسالة حضارية تنقل المحبة والسلام والعلم، وهي أيضا أصبحت رسالة انتصار وثبتتها سوريا الحبيبة من خلال هذه الأزمة. حبينا نشارك بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، حبينا نعمل هيك شيء جديد، نعطي ألوان، وطننا بيستاهل الألوان الحلوة والزاهي، حبينا نعمل شيء نترك بصمي. هلا هذا الشيء بيرجع الحياة، خاصة هون الأطفال، مدارس، بيعطي حركة، بيعطي جو، بيرجع الفرحة حتى نحن، يعني أي شخص ممكن يمرق بهذا الطريق رح يحس إنه الألوان رجعت، يعني حس حياة جديدة رجعت انخلقت بهالمكان. ولأن الأطفال هم الركيزة الأساسية في البناء والأمل بغد مشرق، كانت هذه المناسبة فرصة ليوجهوا من خلالها رسالة محبة وسلام من حي الوعر الذي أشرقت فيه شمس الانتصارات بعد طرد الإرهابيين منه. اليوم هو عيد السياحة العالمي، وفي بالاشتراك مع مديرية السياحة بحمص الاتحاد الرياضي مقدم عروض رياضية. طبعا هاي المهرجانات هي فقط مشان عودة الأمن والأمان والاستقرار إلى ربوع بلدنا، وكتير حلو أنه نشوف بهالحي اللي هو حي الوعر اللي عانى من الإرهاب، أنه اليوم كل هالتجمع اللي موجود من المواطنين أنه يجوا يشهدوا عروض سياحية ورياضية ويكون في مهرجانات. هذا الموضوع بفرح علماء أنه عودة حياة لسوريا إن شاء الله. وبالتوازي مع انتصارات الجيش العربي السوري على كامل الجغرافيا السورية، تعود النشاطات والفعاليات إلى حي الوعر لترسم البسمة على وجوه الأطفال المشاركين في هذه الاحتفالية. من حي الوعر غربية حمص، شيرين العلي، الإخبارية السورية.